ممكن يرد الفاصل. نعم وصلنا ان شاء الله لهذا اعتقد انه وصل ويزيد عن يعني المليونيه. لكن مساله مش مساله مليون توقيع، يعني لابد احنا نميز نفرق بين امرين. لو انك جمعت توقيعات 20 مليون وبدون تفعيل اعتقد انها لا قيمه لها. القضيه مش قضيه توقيع، توقيع على من؟ توقيع على ورق هتقدمه لمن؟ المجلس العسكري يتجاهلك. روح اذهب الى المجلس العسكري وقدم له الشعب المصري كله يريد عمر عبد الرحمن، ماذا يقدم المجلس العسكري؟ لكن لك وانك جلست هنا امام السفاره الامريكيه بخمسه او بعشره او بما ترى دوت، هذا ضربه قاسمه للسفاره الامريكيه فضل على المجلس العسكري. يعلم اننا وجودنا امام السفاره الامريكيه هذا وجودك في الميدان يشكل حركه ضغط كبيره جدا، لانك تعلم ويرى العالم كله ليس مصر بحسب وانما العالم باسره ظلم السفاره الامريكيه. الان بتاتي قنوات اجنبيه تصور ماذا ما قضيتكم، نبدا نعرف قضيتنا. تواجدك وشكلك في الميدان هذا امر بيثير الراي العام كله وبيمثل ضغط على الراي العام كله وتفضح نظام مبارك وتبين ان المجلس العسكري اذا كنت يا مجلس عسكري جاي تحمي الثوره، هذا يبين لك انك يعني تقدم خطا فادح في حق بطل الثوره الحقيقي او من اوائل من طلع لنظام مبارك وهو الشيخ عمر عبد الرحمن. فاحنا لما جئنا هنا بيؤدي الى راي عام ونبين ان المجلس العسكري بيقف حجر عثر الان في طريق الرفاق عن الشيخ عمر عبد الرحمن، حيث ان جميع الجهات الان في مصر ابدت رغبتها التامه في وجود الشيخ عمر عبد الرحمن، بما فيها المخابرات العامه، بما فيها الامن الوطني، بما فيها وزاره الخارجيه، بما فيها وزاره الداخليه، بما فيها وزاره العدل، كلهم ابدوا. انا الذي اتعجب لي هو المجلس العسكري. فوجودنا هنا باذن الله عز وجل ان شاء الله سياتي الفرج باذن الله عن قريب. انا بسال بس، هو الزخم الاعلامي لهذه الوقفه، هل هناك زخم اعلامي مصري متجه لهذه الوقفه؟ بلا شك طبعا، كثير من القنوات جاءت يعني التقيت بها لكن ربما ان الامر الان متوجه لاسرائيل نوعا ما، لكن انت تعلم ان الاعلام بيتوجه للحدث اللي هو اكبر. فهو قدر الله ان احنا قمنا بالاعتصام في يوم الجمعه، مساء الجمعه حدث المشكله اللي امام السفاره، حتى كانت تجد ان حواجز هذه كانت ساتره كلها كان بالامن المركزي، انتقلت على الفور من هنا الى السفاره الاسرائيليه حيث ان هناك تواجد كبير جدا. اعتقد ان شاء الله عز وجل فتره قليله وسيعود الى الاضواء بقوه الاعلام ايضا هنا، وبغض النظر ان تواجدك في الميدان له تاثير، وما الثوره منا ببعيد، وما حسني مبارك حينما وجدناه في قفص الاتهام وجدناه لم يتاتى الا بفضل الله ثم بالمعتصمين، ليس بالمليونيه بتاع الاسلاميين. نعم المليونيه بتاع الاسلاميين لم تاتي، مش هي كان هدفها، هي هدف وجود حسني مبارك، انما الذي اتى بثمره هو تواجد هؤلاء المعتصمين في كذا. وان كنا نخالفهم في بعض الامور نعم نخالف، لكن قضيه الاسماء انهم كانوا بيطالبوا بمحاكمه علنيه وبيطالبوا بوجود حسني مبارك وبفضل الله ثم المعتصمين اللي كانوا في بدايه التحرير واكتووا بحر الشمس وليل النهار هم الذي اتوا بثمار اننا نجد حسني مبارك في قفص الاتهام امام العالم كله. ثمارها أدت من تواجد المعتصمين. لكن لو أنك وقعت المليون شعب على المصري وقلت له لو قدمت المجلس العسكري، لا يستجيب المجلس العسكري. المجلس العسكري احنا في ثورة وحقنا مشروع في الوقفات وفي وكم من مؤتمرات كانت بتحدث في نظام مبارك، وكم من توقعات كانت بتحدث فيها نظام مبارك لوقوع هذا الرجل، هل وقع؟ لكن أما خرج الشعب المصري في الميادين هو الذي أسقط النظام. فتواجدك في الميدان له عامل قوي جدا في تأثيرك على قضيتك. وأنا معك هذا الرأي، بس احنا عاوزين برضو ندور على وسائل اخرى للضغط معانا. هل 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 يكتب بيانات وتبعت للصحف بيانات باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه حتى للصحف الاجنبيه؟ احنا طبعا احنا في لقاء كان قريب ان شاء الله سيتم مع السي ان ان، قناه سي ان ان في لقاء سيتم معنا معايا بتواصل مع جميع القنوات. النهارده كان معايا مع قناه الحكمه الصحافه يوميا بنتابع على طول، بنتابعها اما عبر الهاتف او الاخبار واليوم السابع والوفد والمصري اليوم كل الجرائد. لو انك تصفحت او في المواقع الخاصه بهم لسه النهارده احنا معانا على اللابتوب اليوم السابع لسه نزل خبر الان، بتتابع احداث الشيخ كل ساعتين في خبر بينزل بيتابعونا عن طريق الهاتف. الامر دلوقتي اصبح في اعتصامنا كل الان بيواكب الحدث في مساله اعتصام. اعتقد انه كان حدث جديد من نوعه انك تكون معتصم امام السفاره الامريكيه. اعتقد انه يمكن اول مره نجد اناس اعتصموا امام السفاره الامريكيه، وهذا لها مردود على العالم كله اننا نعلم يعلم قصه الشيخ عمر عبد الرحمن ومحبين المقربين لي انهم معتصمين. فهذا يعني سيسجله التاريخ كله، وهذا اعتقد هيبقى له مردود ان لم تجاوب امريكا وتتسارع في هذا الموضوع، له مردود وتاثير سلبي على امريكا في الداخل وفي الخارج. احنا نتمنى ان شاء الله ان الدكتور
يعود إلى مصر إن شاء الله غانما. وشكرا على هذا المقابلة.